السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم طريقة نتاع تحضير كيكة بالخوخ اللي كتجي رائعة ولذيذة بزاف. وكنحتاجو في المقادير، هاد المقادير تاع العجينة اللي كنحتاجو فيها 250 غرام تاع السكر سنيدة، 600 غرام تاع الدقيق، كيس تاع الخميرة تاع الحلوى، كيس تاع السكر الفاني، 250 غرام تاع الزبدة مذابة، بيضة كاملة. فعلى بركة الله غادي نبداو. غادي ناخذ شي اناء، غادي ندير سكر سنيده، هي 250 غرام. عندي هنايا كيس نتاع السكر الفاني، عندي هنايا بيضه كامله، وغادي نصبو الزبده المذابه، غادي نخلطو هاد المكونات. دابا غادي نضيفو الدقيق تدريجيا، غادي نضيف الدقيق، غادي ندير خميرة تاع الحلوى كيس، هذه الطريقة. من بعد غادي ناخذ واحد الكميه منه، غادي نديره في واحد الاناء، كميه قليله فقط غادي نحتاجوه من بعد. وهذا غادي نحتاجوه بهذه الطريقه. ودابا غادي ناخذ المول او الاناء اللي غادي ندخلوه الفران، غادي ندير فيه الورق نتاع الزبده، وغادي ناخذ العجينه. دابا غادي نحطوها بحال هكا، من بعد عاد غادي نبسطوها. بهذه الطريقة بعد غادي نبقاو نبسطوها غير بيدينا. غادي ناخذو الملعقة، غادي نبقاو نبسطوها عاد. كيفاش كتكون. اما المقادير نتاع الكريمه، كنحتاجو كيلو نتاع كفاك اللي كيتباع في ليدل وفي ألدي في جميع المحلات. عندي هنايا بيضه كامله، عندي هنايا 200 غرام تاع السكر سنيده، عندي هنايا الحامض، اي حامض ماشي ضروري يكون عندكم، هذا الحامض الطبيعي نحتاجو منه جوج معالق كبارين تاع العصير تاع الحامض. وعندي هنايا البودين نتاع الفاني، وممكن اي بودين كتستعملوه كتفضلوه. فعلى بركة الله غادي نبداو. غادي ناخذ اناء، غادي نصبو فيه السكر،
والبيضة كاملة والبودر او الفلور تاع الفاني وغادي نديرو جوج معالق كبارين تاع الحامض راني قلت لكم تقدروا ديروا الحامض الطبيعي جوج معالق كبار وعندي هنايا كفاك وغادي نخلطوا المكونات ودابا غادي ناخذوا ديك الصينيه اللي درنا فيها العجينه اللي بسطناها غادي ناخذوا الكريمه اللي كنا درناها غادي نصبوها الفوق بسم الله غادي نبسطوها هاد الكريمه تاع كفاك مزيان هنايا هاد الطريقه وغادي ناخذو الخوخ المعلب اللي قطعتو بهاد الشكل راه ممكن ديرو حتى المشماش وممكن ديرو حتى البرتقال المعلب اللي كان متوفر عندكم في الدار غادي نحطوه هنايا من بعد غادي ناخذ دابا العجينه اللي كنا خليناها دابا غادي نديروها الفوق بغيب اصابع يدينا ونوسعوها ومن بعد غادي ندخلوها الفران على درجه الحراره 180 درجه من التحت ومن الفوق والمده نتاع الطياب تاع هاد الكيكه 35 دقيقه فبعد ما خرجتو من الفران خليتو حتى برد مزيان ضروري خصو يبرد مزيان مزيان باش داك الكفاك يتماسك اولا الكريمه كامله دابا بسم الله غادي نقطعها معاكم تقدروا تقطعوه باي طريقه اللي بغيتو انا غادي نقطعو مكعبات الاول غادي نحيد هذا دائما ملي كتبغيو تقطعوا بحال هكا بحال هذا المول اللي ما كيتفتحوش دائما اجيو من الطرف
واخا خسر لكم ديك الجهه نتاع الطرف، باش ما غاديش تخسر لكم كامل كامل الجهات. بحال هكا، ها كيفاش كيجي. ودابا ملي كتقطعوا هاد الجهه من الطرف كتجي العمليه سهله، باش غادي تحيدوه كتكون اسهل. هاد الجهه ما قطعتهاش مزيان، ها هو، ها هو الشكل ديالو. دابا غادي نحطوه في المكان تاع التقديم، من بعد غادي نوري لكم اكثر. فبعد ما قدمته في الطبق تاع التقديم، ها كيفاش كيجي. راني خليت واحد النص هنايا باش غادي يبان لكم الصوره واضحه، ها هو هو العجين اللي من تحت، ها الكريمه، ها الجهه الاخرى. غادي نفتح معكم باش غادي تشوفوا من الداخل، راه هو كيجي رطب رطب بزاف، ها هو. حتى الخوخ راه هو هنايا في هذه الجهه، راه هذا النص ما فيهش بزاف كما كتلاحظوا، بزاف راه كاين في هذه الجهه. خديت داك النص اللي كاين في الطرف، ما كيكونش فيه بزاف. وها هي الكريمه كما كتلاحظوا، راه كيجي رطب بزاف بزاف، ها هو. فإلى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخطو ليا لايك، وتشتركوا في القناه اللي مازال ما مشتركش في القناه. ومرحبا بالناس الجداد اللي داخلين عندي في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم، ومرحبا حتى بالناس القدامي اللي مسانديني من نهار الاول فتحت القناه. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في وصفه مقبله، او لا يمكن وصفه يمكن جوله. خليكم في امان الله.